السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة صف ثالث ثانوي. إن شاء الله النهاردة من فرع التفاضل هنحل تمارين اختر على درس القيم العظمى والصغرى المحلية. الدرس ده أنا كنت شرحه قبل كده بالتفصيل، هسيب لك رابط الشرح في الوصف وفي أول تعليق. هدفنا إن شاء الله النهاردة إن احنا نحل سؤال 3 اختر. السؤال بيقول: إذا كانت الدالة دال كثيرة حدود لها قيمة عظمى، يعني هي لها قيمة عظمى، القيمة دي كنا بنجيبها إزاي؟ العظمى المحلية أو الصغرى المحلية؟ كنا بنجيبها يا أستاذ إن احنا بنجيب المشتقة الأولى نسويها بالصفر، بنجيب منها قيم، قيم سين. بيقول لك كانت النقطة دي عظمى، مش دي قيمة سين اللي جبناها لما كانت المشتقة بصفر؟ أيوة هي. طيب يبقى دالة شرط ألف بكام؟ قلت له ألف ده يا أستاذ كان مخلي الدالة بصفر، كانت الدالة دي بصفر عشان كده جبنا ألف، يبقى هي بصفر. المنحنى ص بتساوي س تربيع ناقص 6 س زائد 7 له قيمة صغرى محلية عند س تساوي كام؟ بص يا أستاذ أنا أقول لحضرتك، القيمة العظمى أو الصغرى المحلية إحنا كنا بنجيب المشتقة الأولى، وكنا بناخد المشتقة الأولى نسويها بالصفر، يبقى معنى كده الاتنين س ناقص 6 بتساوي صفر، يعني الس بتساوي 3. طيب هو مين اللي قالك إن ديت قيمة صغرى؟ كنا بنعرف يا أستاذ القيمة إن كانت عظمى أو صغرى بطريقين، لا إما كنت أجيب المشتقة التانية طلعت باتنين، طالما هي موجب يبقى قيمة صغرى، ولو كانت سالب تبقى قيمة عظمى، لا إما كنت أبحث التزايد والتناقص. كنا بنيجي نعمل خط أعداد، نجيب قيمة س اللي إحنا جبناها التلاتة، نعوض برقم قبلها الصفر طلع سالب، رقم بعدها وليكن 4 طلع موجب. كنا بنقول تناقص تزايد، لو جينا وصلناها بمنحنى زي كده هنبص نلاقي ان دي قيمة صغرى، المنحنى الراس لتحت، فكنا بنعرف كده. السؤال اللي بعده بيقول: اذا كان منحنى الدالة دال فيه دالة 5 ب7 والمشتقة الاولى لما عوضنا ب5 طلع بصفر، امتى المشتقة الاولى لما تعوض برقم تطلع بصفر؟ لما يكون الرقم ده يا أستاذ لإما قيمة عظمى لإما قيمة صغرى، يعني الرقم ده لما أنت اشتقيت وبقى معاك معادلة سويتها بالصفر وحللت جبت قيمة س، دي كانت قيمة منهم. بيقول لك المشتقة التانية لنفس القيمة كانت بالسالب، طب يعني إيه المشتقة التانية سالبة؟ يعني دي قيمة عظمى، يبقى هي عظمى عند الخمسة، فإن النقطة 5 و7 قيمة عظمى محلية، اللي هو الاختيار ألف. النقطة 4: يكون للدالة دال قيمة صغرى محلية إذا كانت دالة س تساوي. في ناس تقول بص يا أستاذ أنا أقدر أرسمها لك بتانية ثانوي، أقدر أعرف لك. قلت له إزاي؟ قال الأولى دي دالة خطية. أيوة بتترسم بخط وبيقطع محور الصادات عند السالب واحد، بيقطع عند السالب واحد هنا كده، تمام، دي ما فيهاش العظمى ولا صغرى، ماشي. دي دالة تربيعية ما بتقطعش محور السينات خالص لأنه نقطة الرأس 0 و1، تمام. ديت يا أستاذ دالة تكعيبية رسمتها جاية كده وبتمر بالأصل. أيوة دي دالة تكعيبية ومعكوسة عشان في إشارة سالب، دول ما فيهمش عظمى وصغرى، ماشي. دي اللي فيها صغرى هي يا استاذ، دي ما فيهاش، يبقى الاختيار باء هو الصحيح. ده بايه يا باشمهندسين؟ دوت بتانية ثانوي. طيب بتالتة ثانوي اشتق دي بقت 2 س، دي كده المشتقه الاولى، اشتقها كمان مره بموجب 2، والموجب عظمى ولا صغرى؟ صغرى. تانية الاسهل ولا تالتة الاسهل؟ سؤال لك انت. يكون للداله دال قيمه عظمى محليه إذا كانت دالة س تساوي، قلنا له احنا نشتق دي كده باتنين س، اشتقاقها باتنين دي قيمة صغرى، ديت 3 س تربيع اشتقاقها 6 س، دي المشتقة التانية، دي المشتقة الأولى، معرفتش النوع.
ديت يا أستاذ اشتقتها بقت 3 س تربيع زائد 3، خدت التلاتة مشترك معرفتش أحلل. ماشي، ديت يا أستاذ المشتقة الأولى بتاعتها بتساوي 4 س تكعيب ناقص 6 س، خدنا 2 س مشترك، اتبقى 2 س ناقص 3، 2 س تربيع. هنا في قيم يا أستاذ، يبقى دي فيها عظمى وفيها صغرى، يبقى هي دي، لأن الاتنين دول ما قدرتش أبحث فيهم، ودي عرفت إنها قيمة صغرى. لإما عاوز تكمل وتطلع القيم كمل وطلع القيم، بس هو بيسألني فين الدالة اللي نقدر نجيب لها قيم عظمى. إذا كانت الدالة دال بتساوي س تربيع زائد لام س زائد م لها قيمة صغرى بتساوي 3 عند الس بواحد. ماشي، أنت قلت إن لها قيمة صغرى عند الس تساوي 1، يعني المشتقة الأولى 2 س زائد لام دي كانت بتساوي 0 لما بدلنا الس وحطينا 1، يبقى اللام طلعت بسالب 2. تمام؟ تمام. يعني ايه قيمة صغرى؟ يعني دي قيمة صاد، يبقى 1 و 3 دي النقطة، مش بتحقق الأصل؟ أيوة. طب الأصل اللي هو كان ايه؟ دالة س بتساوي س تربيع ناقص 2 س زائد م، لأنني بدلت اللام وحطيت قيمتها، حطيت قيمتها هنا. هنبدل دال س ونحط 3 بتساوي 1 ناقص 2 زائد م، ومنها الميم بتساوي موجب 4. إذن لام ناقص م سالب 2 ناقص 4 بتساوي سالب 6، اللي هو الاختيار د. إذا كان للدالة دال دالة س بتساوي س زائد أ على س قيمة صغرى محلية عند س تساوي سالب 2، فإن أ تساوي كام؟ حضرتك قلت إن هي ليها قيمة صغرى، يعني أجيب لك المشتقة الأولى 1 ناقص أ على س تربيع. الناس مش فاهمة؟ جينا يا باشمهندسين، دي قلنا هي أ س أس سالب 1، لما جينا اشتقينا نزلنا الأس وطرحنا منه 1، بقت سالب أ على س أس 2، دي معناها. بيقول لك كان لها قيمة عظمى محلية. ماشي، كان لها قيمة عظمى، يعني المشتقة الأولى كانت بتساوي 0 والسين طلعت بسالب 2، سالب 2 أس 2 ب4، يبقى أ على الأربعة بتساوي 1، ومنها أ بتساوي موجب 4 اللي هو الاختيار أ. السؤال 8 بيقول إذا كانت دال دالة حيث دالة س بتساوي س على لوغاريتم هي س، فإن القيمة الصغرى المحلية للدالة دال تساوي، قلنا له أنت عايز قيمة صغرى يعني عايزين مشتقة، يبقى المشتقة الأولى المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. كنا بناخد السؤال نسويه بالصفر، يعني معنى كده ان البسط بيساوي 0، س راحت مع س اتبقى 1، هنعدل 1 بإشارة مخالفة، يبقى لوغاريتم ه س ب1، ومنها الس بتساوي ه، س طلع لها قيمة وانت قلت هي قيمة صغرى، خلاص يبقى هي ه. السؤال 9، الدالة دال من ح لح حيث دالة س ب2 س زائد جتا س، فإن دال، قلنا له يا أستاذ المشتقة الأولى حضرتك دي بتساوي 2 ناقص جا س، خد المشتقة الأولى كده هات لي منها قيمة لس، قلت له يبقى جا س ناقص 2 بتساوي 0، يعني جا س بتساوي 2، خلاص جا كام اللي ب2؟ مفيش يا أستاذ قيمة لجا نهائي بتكون قيمتها ب2 أو بتعدي الواحد أصلا، لأن الجا قيمتها ما بين سالب 1 و1. طيب معنى كده إنك ما قدرتش تجيب قيمة لسين، يبقى المسألة دي ملهاش لا قيمة عظمى ولا قيمة صغرى. طب عايزين نعرف هي بتزيد ولا بتقل؟ بمنتهى البساطة اعمل خط الأعداد بتاعك. عملته؟ أيوة عملته، مفيش جذور. تمام، الجا دي قيمتها ما بين سالب 1 ل1،
تخيل انك عوضت باقل قيمه ليها اللي هي سالب واحد، مش الناتج بقى موجب؟ طب عوض باكبر قيمه اللي هو واحد، برضو الناتج موجب. يعني دي موجب دايما. ايوه يعني دي تزايديه على طول. ايوه يبقى الداله دي تزايديه. اذا كانت الدال داله فرديه متصله على ح، وكانت للداله قيمه صغرى محليه عند س تساوي 2، فإن للدالة يوجد. تعال نشوف مثال كده للدالة الفردية. شوف الدالة دي، وليكن نرسم رسمة زي رسمة الجا مثلا. رسمة الجا عاملة كده كده، وليكن بالفرض يعني. إذا كان دال دالة فردية متصلة على ح، وكان للدالة قيمة صغرى محلية عند الاتنين. تخيل إن دي الاتنين، مش ده التماثل بتاعها؟ ايوه. يبقى عند السالب 2 اللي هنا كده هتكون قيمه ايه؟ هتكون قيمه عظمى. يبقى لو الداله فرديه وكان اليمين داله صغرى، يبقى على اليسار عظمى والعكس. يبقى الناتج يا استاذ هيكون قيمه عظمى محليه عند السالب 2 اللي هو الاختيار ا. السؤال 11 للمنحنى ص بتساوي س ه اس س عند نقط محلية. قلنا له يا أستاذ حضرتك احنا بنجيب المشتقة الأولى، الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. نجيب المشتقة الثانية، الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى زائد مشتقة اله به أس س. هات قيمة س من المشتقة الأولى، خدناها سويناها بالصفر، خدنا ه أس س مشترك، اتبقى س زائد واحد. ده مش هيد حاجة لأن ده عدد ومنها السين بسالب واحد. كده أنا جبت قيمة س. عوض في المشتقة التانية، لما عوضنا هنا بقت سالب واحد على ه زائد واحد على ه زائد واحد على ه، طلعت في الآخر بموجب. موجب يعني قيمة صغرى. يبقى عند السين تساوي سالب واحد قيمة صغرى اللي هو الاختيار ألف. إذا كانت المشتقة الأولى عند س ناقص ألف في س ناقص ب، حيث ألف أكتر من الب. ماشي يا أستاذ، جينا نشوفه هو عاوز إيه. بيقول جميع العبارات صحيحة ما عدا. جينا قلنا له يا أستاذ إحنا معانا ألف ومعانا باء، أنت قلت إن الباء الصغيرة يبقى هنا ألف الكبيرة، مثل إشارة س عكسها مثلها. ده تزايد تناقص تزايد، ان انا هوصله منحنى. لو وصلته منحنى بقى كده ايه اللي حصل؟ بيقول لك المشتقه الثانيه لالف اصغر من المشتقه الثانيه لب. قلت له عند الف دي قيمه صغرى يعني بالموجب، وعند ب دي قيمه عظمى يعني بالسالب. هل الموجب أصغر من السالب؟ هي دي اللي خطأ، الباقي صح. عند أ يوجد قيمة صغرى؟ أيوة قيمة صغرى. هل المشتقة بتساوي المشتقة؟ أيوة، كان كل واحدة منهم بصفر. هل عند س تساوي ب قيمة عظمى؟ أيوة قيمة عظمى. السؤال 13 إذا كانت س تنتمي للفترة من صفر البيعة 2، فإن دالة س بتساوي ج س زائد بيعة 6 زائد جتا س زائد بايعة 6 لها قيمة عظمى عند س تساوي. قلنا له يا أستاذ حضرتك قيمة عظمى أو صغرى بنجيب المشتقة. هات المشتقة يا باشمهندس، بقت دي اشتقاق السين بواحد، مالكش دعوة بالبايعة 6. يبقى هنا جتا س زائد بايعة 6 زائد بقت ناقص عشان الجتا بسالب جا س زائد بايعة 6. هناخدها يا أستاذ نسويها بالصفر، الستة مقسومة على الباي بس. لما خدناها سويناها بالصفر هنقسم على جتا، بقى النتيجة واحد ناقص ظا س زائد بايعة 6 بتساوي صفر. يبقى معنى كده إن ظا س زائد بايعة 6 بتساوي ظا 45. يبقى س زائد بايعة 6 بتساوي 45 اللي هي بايعة 4.
يبقى السين بتساوي باي 4 ناقص باي 6 بتساوي باي 12، اللي هو الاختيار جيم. السؤال 14 بيقول إذا كانت المشتقة الأولى عند السالب 1 قد المشتقة الأولى عند الثلاثة بتساوي 0، يعني دول يا أستاذ نقط حرجة، وكانت المشتقة الثانية أكتر من الصفر يعني بالموجب لكل سين ما بين سالب 2 و2، اللي ما بين سالب 2 و2 من دول السالب 1 يا أستاذ، ماشي، يبقى السالب 1 ده قيمة عظمى ولا صغرى؟ يبقى قيمة صغرى لأن المشتقة الثانية بالموجب، يبقى هنا عند السالب 1 قيمة صغرى محلية. آخر سؤال معانا السؤال 15، الدالة دالة س بتساوي س أس 4 ناقص 4 س تربيع، لها نقول مشتقها 4 س تكعيب ناقص 8 س بتساوي 0. خدنا 4 س مشترك، اتبقى س تربيع ناقص 2 بتساوي 0. هنا 4 س هنحلل ده س ناقص جذر 2 في س زائد جذر 2، ومنها السين بصفر، ومنها السين بجذر 2، ومنها السين بسالب جذر 2. تعال نرسمهم على خط أعداد. تعال ناخد القيم دي ونعوض في المشتقة التانية. المشتقة التانية بإيه؟ بتساوي 12 سين تربيع ناقص 8. عوض بالصفر سالب يبقى ده عظمى، عوض بجذر 2 موجب يبقى دوت صغرى، عوض بجذر 2 بالسالب برضو طلعت يا أستاذ موجب يبقى ده صغرى، يبقى ليه قيمتين 2 صغرى وواحدة عظمى، يبقى الاختيار ده هو الاختيار الصحيح. أتمنى أن أكون قدرت أفيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.